إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أرو ستوري جيمر معكم اليوم بمقطع جديد كارير مود مع نادي برشلونة. لا تنسوا اللايك بالبداية والاشتراك بالقناة يا جماعة، شكرا على دعمكم الأسطوري، والله أنا مبسوط زيادة، وهذا السبب الرئيسي أصلا اللي مخليني مستمر بالسلسلة بشكل كبير يعني، ولكن رح تلاقوني ممكن سحبت عليها أسبوعين وبعدين رجعت، ولكن الدعم صراحة يعني مخليني ما أحكي ولا كلمة، فشكرا لكم على الدعم باللايكات والاشتراكات اللي عم تعلى خاصة بهي السلسلة، هيك بلاقي دائما اشتراكات تعلى لما بنزل مقطع كارير مود، فاشتركوا بالقناة، تأكدوا أنكم مشتركين لأنه اليوتيوب أحيانا بيلغي اشتراكات، واضغطوا على زر لايك اذا وصل المقطع 40,000 لايك، لانه المقطع الماضي وصل، فقلت لكم رح ننزل لكم المقطع الجديد، فاضغطوا لايك واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وما بدنا نطول اكثر بالمقدمات. اليوم يا جماعه عنا انتقالات مهمه جدا، فتره الانتقالات الان والتركيز كبير بصراحه، وايضا دور 16 من دوري ابطال اوروبا، ما بعرف اذا كنا رح نقدر نلعب او نلحق ولا لا، غالبا لا، ولكن المفروض انه قرعه دور 16 موجوده، في شغلات كثير المهم رح تصير اليوم، وانتقالات ان شاء الله جدا فخمه لانه معنا ميزانيه ضخمه، وغالبا انه هي اخر فتره انتقالات لانه ما بقي كثير لنهايه الموسم، فممكن يكون هذا اخر موسم، لانه ما بدنا نطول اكثر بالمقدمات، خلونا نبدا بدايه الحسم بتقدر تقول يعني بفتره الانتقالات وبفتره حساسه كثير من الموسم، ولازم انك يا تجيب لاعبين يا اما ما رح تعمل شيء بصراحه. معي 91 مليون، ولكن كومان ما كان يجي اي عروض لغايه الان. مباراتي ضد اتلتيكو مهمه، لازم انه نفوز فيها وناخذ الكاس، حتى لو ما فزنا عادي ما عندي مشكله كبيره، انا رضيان عن التشكيل بالوقت الحالي، ولكن ناقصني بس اني اجيب نيمار او ممكن هالاند، اذا ما وافقوا لي لنيمار بجيب هالاند، ولكن الشرط الاساسي لازم انه كومان ينباع مشان اقدر اني اجيب نيمار، والا مستحيل اني اجيب نيمار. فرح نلعب مباراه اتلتيكو مشان نقدر بعدين انه نبيع كومان او شيء، فمباراه مهمه جدا بنهائي الكاس، رح ندخل مؤتمر صحفي بنهائي كاس السوبر طبعا مو كاس الملك. مساء الخير يا شباب، مباراه نهائي، الوضع صعب اصعب ما انتم بتتخيلوا، فتفضلوا هاتوا اسئلتكم. حابين نسأل عن مواجهة أتلتيكو مدريد طبعا، خاصة مع خروج ريال مدريد، هل المباراة بتعتبر بالنسبة لكم صارت أصعب، هل تعتبر صارت أسهل، ولا حابين نعرف المهم يعني شو تفسيرك بالضبط أو تحليلك للمباراة، هل برشلونة قادر على الخروج بالفوز؟ هلا شوف، مبدئيا أتلتيكو مدريد يعني فريق طلع ريال مدريد، اوكي؟ شو معنات انك مطلع ريال مدريد؟ معناته انه مستواك افضل من ريال مدريد، فلا تقلي المباراة اسهل، الفريق اللي طلع ريال مدريد هو اقوى من ريال مدريد، والا ما تأهل على حساب ريال مدريد، اوكي؟ فا ايه مواجهة صعبة، اكيد اتلتيكو مدريد دائما فريق بيعمل لنا مشاكل، ولكن يعني ايزي يعني مو ايزي المباراة، يعني كان متوقعين خصم اسهل بالنهائي، ولكن اجانا الخصم الصعب يعني عاد شو نساوي، ولكن انا مجهز الفريق، اكيد تشكيلتنا صايره جدا قويه بالفتره الحاليه، فلنشوف الفريق شو قادر انه يعمل اليوم، انا كثير متحمس. مع كل هذه الضجه اللي سبقت هذه المباراه وهذا الحضور الجماهيري القوي وهذا التركيز الاعلامي، ننتظر الكثير في هذا اللقاء، بعد قليل سنكون حضراتكم في مدح مباشر في ملعب سانتياغو برنابيو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، على ملعب سانتياغو نحن لها، فزنا بنص النهائي وان شاء الله بنفوز حتى بالنهائي، بسم الله خلونا نبدا. يا ساتر يا ساتر، عم يلعبوا لعب قوي والله من اول المباراه. كالما كالما، يا عين عليك يا جو فيليكس، يلا يا ليو يلا يا ليو يلا يا ليو يلا يا ليو، الله عليك على الباص يا فيليكس، والله باص اسطوري، شكرا على الهرب، ميسي هربته، ميسي كمان تحسب، اصلي يا شباب اصلي، والله معصبين اتلتيكو من اولها، يا سلام يا سلام يا الهرب يا ليو، حلو حلو تقدم سريع، اشبيليا صعبوه علي على فكره، هلا غصبا عنهم اتلتيكو بدهم يهجموا بكيفهم. تسلل وشاطه برا كمان كمان، انا عم اقول ليش ما حدا عم يدفع فيه، شايفينه متخاذل لانه يا عيني عليكم على الباص يا ديون، يلا يا كوم، والله انك تيس والله انك تيس يا كومان، يلا 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 اخر فرصه كومان، ارجوك يا كومان ارجوك، يا الله يا كومان يا الله يا كومان، يا اخي يا اخي اللاعب والله ما يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، ما عم يعمل شيء ما عم يعمل شيء. انا بصراحه يعني انا ما في مباراه هيك تمنيت مباراه هيك نقعد بين الشوطين
وما يكون عندنا مشاكل يا اخي كومان. شو الانهاء هذا؟ يعني انا بعرف عندي مشاكل شخصيه ما غير عن اللعب، ولكن ركز يا اخي بالانهاء. هذا مو انهاء، مو انهاء يعني مو انهاء لاعب مهاجم مدفوع فيه مبالغ كبيره والمفروض انه يؤدي مستويات اسطوريه. ركز على الانهاء، ما ناقصه غباء بالمره، ما ناقصه. يا لا عرقل زميل، يا الله هاي القصه ما حخلص منها بهاللعبه. يا السلام عليك يا اوبا ميكانو، واخيرا كومنت مرجل وعطى باص مثل الناس. يا هيا وات وات، الله ياخذك يا ديمبلي، الله ياخذك يا ديمبلي. اللي انه فتح التسلل، اللي انه فتح التسلل. يا سلام عليك يا شتيجين. لا يا شباب، لا يا شباب، لا المرجل ايش. واو يا سواريز، واو يا سواريز، والله رهيبة كانت. واو يا اللفة، الحمد لله مرت بسلام، والله الحمد لله. يلا غوريتسكا، يا غوريتسكا كانت رجلك سم اول، شو صار؟ يلا يا هو شباب، شباب كومان مرجل، يا كومان روح يا كومان، روح يا كومان. الله عليك يا كومان، ايوه ايوه والله حلو الانهاء، عجبني عجبني. ما هيك رح بيعك طبعا، بس انا بدي اسجل مشان الانديه تلتفت للاعب، تشوفه عم يبدع، فحدا يعطيه شي عرض. يا عيني الثالث 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 الثالث، يلا كورن فليكس كورن فليكس كورن فليكس، فجر. يا هي 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 يا عيني عليك يا جوان فليكس. ما في تفاهم والله ضد فريق السابق، وعم يحتفل كمان ولا كانه كان يلعب باتلتيكو مدريد. روح يا كومان روح يا اخي، اترك لي الهجمه يا اخي. ايزي ايزي بطوله، هات هات كاس السوبر، هات. يا عيني يا عيني الليو، يا عيني الليو، ارفع ارفع البطوله بس ارفع. يا سلام حلو، سهل سهل يا شباب سهل، كانت بطوله سهله وما واجهنا صعوبات، حتى ريال مدريد ما واجهناهم يا رجل، والا طبعا كانت رح تستمر سلسلتي بالفوز عليهم. والله يا اني جلدت بالنهائي جلد 3-0، ما هاجموا اتلتيكو مساكين، ما عملوا شيء مساكين. حابين نعرف سر الفوز بهي المباراه، خاصه ان المباراه كانت صعبه جدا على الورق. مباراه صعبه اكيد، اتلتيكو مدريد خصم دائما عنيد، يعني بغض النظر عن النتيجه، ايه المباراه على الورق صعبه، فريق اتلتيكو مدريد ما له فريق سهل، فريق عنيد، فريق ما بيعتمد على لاعب واحد، فريق بيعتمد على مجموعه. يمكن يعني لو واجهنا فريق ثاني بالنهايه كان ممكن الموضوع يكون اسهل، ولكن اتلتيكو يعني صعبوا المهمه علينا، بس يعني انه نحن كنا لها يعني، وبالتالي يعني فزنا بالمباراه ايزي ايزي. جاني عرض لكومان، تعال تعال تعال، ليك لسه ما بدا، هلا جاني عرض بدهم يعطوني للرينان لودي وفوق 97، وش اللي 97 مليون بس؟ لا لا ما بدي هيك. وثيو هرنانديز جاي عرض من اتلتيكو، مو من اتلتيكو، من اولمبيك ليون. والله انا بدي بيعه كومان، بس يا جماعه لودي هذا ما بدي اياه، ما بدي اياه، خلينا يا لودي، ماني محتاج ظهير يسار، فيه مكفي وموفي. بيع كومان، ممكن اني بيعه لاتلتيكو مدريد مع انه منافس مباشر، ولكن بدي منه مبلغ كتير عالي. هاي بالنسبه للاهداف اللي طالبينها، محققين بعض الاهداف هون، هي حققنا الاثنين، الحصول على 25 مباراه يتم تسجيل فيها هدف واحد على الاقل، صرنا 26 مباراه، وهذا بالنسبه لدوري الابطال، بالنسبه للدوري والكاس، وهي انهاء الموسم بهامش ربح يصل الى 300 مليون. انا عم بصرف دائما يا جماعه يعني المبالغ اللي معي، حتى انه مو طالبين يعني، كاتبين لك اولويه منخفضه يعني مو اهم شيء، والمعنويات مرتفعه جدا. ف خلينا نشوف كم ممكن انه اتلتيكو يدفعوا لنا. ويلكم يا سيميوني، معلش اني لسه هلا مخسرك بعرف، اقعد 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 بس خلينا نتفاهم، اقعد. مبدئيا هذا لودي خلي لكم اياه، ماشي ورجيني. اوه ممكن عندهم لاعب احتاجه، لوين؟ ايوه قلوب دفاع، مين عندكم؟ خيمينيز 87 ريت، اوه اوه اوكي. اظهره مين عندكم؟ كلهم تعبانين. حراس مرمى عندكم؟ اوبلاك 113 مليون قيمته اوبلاك، ماني محتاج، عندي شتيجن احسن من اوبلاك اصلا بالريت. روبن نيفيس، لورينتي، والله عندكم شوية لعيبة يا اتلتيكو، ما بدي اياهم يزعلوا المشكلة، خلص خلص ما بدي لعيبة، قل لك ما بدي لعيبة. هات 175 مليون. خليه ينباع كومان، مالي مصدق امتى بيعه، بدي اصرفه وصار أي صرفة. كراسكو فوق 8 مليون؟ هدول أغبياء؟ هدول أغبياء ولا شو؟ كراسكو قيمته بالسوق 30 مليون، بده يعطيني كراسكو وفوق 8 مليون بس، نطلب منه 172 مليون.
وافقوا كفو. ايوه ماشي 172 مليون ممتازه يا جماعه. كومان بدي صرفه اي صرف ما كان ينباع. يلا ممتاز ممتاز خليه ينباع. ايوه وثيو هرنانديز لا ما بدي بيعه خلي كومان ينباع ساعتها بقدر اتفاوض مع نيمار. هو لانه بدع ضدهم بالدنيا عرفتوا ليش؟ هي لما ببدع لاعب ضد فريق مثل ما عمل هيك كريستيانو عرفت ضد يوفنتوس فهيك يا سلام انباع كومان اعطوني 162 مليون للانتقالات. يا سلام ممتاز ممتاز ممتاز. كم الميزانيه الان؟ اوه ميزانيتي 250 مليون. يا ساتر يا الميزانيه يا ساتر. مبيعات القمصان اعطيني الرواتب دفعناها ممتاز والله ممتاز. الان بعد ما بعناه شوف رجع امبابي تعافى من الاصابه ورجع اساسي. مساله انه يتعاقد مع نيمار راح يكون هو نيمار المهاجم او نيمار الجناح ومبابي ممكن يصير المهاجم او ممكن نيمار كام لانه الصراحه جواو فيليكس عم يخزلني بكثير من المناسبات مع اني كنت متوقع افضل من هيك بكثير. فلنشوف مساله نيمار اذا ما نفعت بالمره فشكله الاتجاه لايرلينغ هالاند ممكن يكون. طيب عندنا مباراه ضد غرناطه بهالاثناء فراح ننزل البدلاء وان شاء الله انه ياخذوها. نحن المتصدرين الان يا جماعه فرق نقطه عن المركز الثاني والمركز الثالث اللي هن ريال مدريد وريال سوسيداد. ان شاء الله انه يفوزوا. ما بعرف هل بيفوزوا ولا لا. او ماي جاد 3-2 ليك بدايه 84 فزنا يا ساتر. حلو حلو المهم فوز المهم فوز والصداره اهم شيء. اوكي الان بدا كاس الملك والدور 32 ضد سبورتنج خيخون. شوف المعنويات فوق صارت 90 يا جماعه مرتفعه المعنويات بزياده هذا شيء ممتاز الصراحه. ممكن اني اعطيهم جواو فيليكس يا جماعه لدورتموند وجيب اللي هو ايرلينغ هالاند ساعتها في عندي فرصه كمان انه ممكن اني اتعاقد مع نيمار زياده يعني انت متخيل. ولكن ما بعرف اذا رح يوافق ولا لا. هل بقدر اتعاقد مع نيمار مره ثانيه الان؟ خلينا نجرب نتعاقد مع نيمار ونشوف باريس سان جيرمان كم ممكن انه يطلبوا. رح تضيف نيمار ويمكن نجرب هالاند كمان وشوف الارخص والافضل من بيناتهم ونحاول اننا يعني نجيبه للنادي. طيب ويلكم يا بوتشيتشينو و45 مليون اوكي بنيمار لانه عمره 29 سنه ف 145 مليون تعتبر حلوه يعني. بده 170 مليون وشرط 5% عند البيع. يعني ممكن اني اخذه مثلا 150 مليون، خلينا نقدم له 150 مليون وياخذ الشرط عند البيع 5%. هل ممكن انه يوافق؟ لا والله معند على 170، 168 مليون والله تو ماتش يا اخي 168. وافقوا يا جماعة على 155 مليون لنيمار. منرجع نيمار وثنائية نيمار وميسي ولكن ليس في باريس في برشلونة. فهذا بالنسبة لنيمار. رح شوف بنفس الشيء بالنسبة لهالاند ولكن كم ممكن انه يطلبوا الاستغناء عن هالاند. رح حاول اقدم لهم جواو فيليكس وشوف كم بيطلبوا زيادة لانه معي ميزانية ضخمة جدا بصراحة. خلينا نعطيهم مهاجم اللي هو جواو فيليكس. شوفوا جواو فيليكس قيمته بالسوق عالية يعني لا تستقلوا فيه نفس الريت تقريبا تبع هالاند. فراح اعطيهم اياه واقدم لهم مثلا فوقه زيادة مثلا 30 مليون عرفتوا؟ فانا شايفها منطقية. هل ممكن انهم يوافقوا او لا؟ واي شو اللي 127 مليون بدهم؟ او ماي جاد يا الغباء يا اخي تو ماتش والله والله. هذا يا اما المدرب غبي يا اما في شيء. 180 مليون لهالاند هل ممكن انهم يوافقوا ولا لا؟ يعني نفس قيمة انتقال مبابي يا اخي على باريس. وات 260 مليون بدهم؟ 260 مشان هالاند؟ ما معي 260 من وين بتجيب لكم 260؟ طيب اخر عرض اللي هو 190 مليون وبصراحة ما راح ادفع زيادة عن هيك. ما عاد معي ميزانية اصلا. لازم يفكروا هيا بلا. طيب خلينا نشوف بس دورتموند شو راح يردوا علينا. ما وافقوا بدهم 260 مليون. والله فكرة هالاند معلش ولكن راح الغيها ونرجع نيمار ونرجع الامجاد على برشلونه. يعني تخيل هذا 100 وكم 150 تقريبا 155 وهذا 260 وحتى يعني ما بعرف 260 فرق اكثر من 100 مليون يا جماعه والله تو ماتش. طيب نجيب نيمار خلاص. بسم الله تعال يا نيمو تعال يا نيمو ارجع يا نيمو. يا نيمو يا نيمو اجواء برشلونه يا اخي حدا بيستغني عن برشلونه بيروح على باريس والله عيب عليك. وعلى اساس هو وكيل اعماله ابوه مدري شو دور الفريق. طبعا راح اعطيه دور حاسم لانه راح يكون اساسي معنا فراح ياخذ دور حاسم بالفريق ممتاز. بدهم شرط جزائي 343 مليون. ما عندي مشكله ما حدا بيدفع 300 مليون فخليه ياخذ شرط جزائي 300 مليون. الان مساله الراتب الصراحه ما لي عرفان كم بدي اعطيه راتب. راح اعطيه راتب 320 الف مكافاه توقيع 3 ملايين اوكي لانه راتبه الحالي 270 فظن راتب 320 يعتبر ممتاز. وافق يا جماعه ممتاز. ويلكم باك يا نيمو على اجواء برشلونه. هاي الاجواء يا اخي مو اجواء باريس والله. تشكيلتنا صارت توب التوب. نيمار رجع لعنا
وعنا ميسي وعنا تشكيلة الأرض، وحتى أني أخذ مبابي منهم. يعني سويت ثلاثية ميسي ونيمار ومبابي، ولكن ببرشلونة وليست في باريس سان جيرمان. وأيضا معنا ديمبلي يعني، هو ممكن عادي ما تحسبوا ديمبلي، ولكن يعني حسبوه يعني ما بعرف. المهم الآن وصل النيمو يا شباب. الآن التشكيلة كالتالي، بدل جوا فيليكس رح ينزل نيمار الأساسي. ياه 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 يا نيمو ويلكم باك. والله تشكيلة الأرض الآن صارت هاي التشكيلة اللي لازم تاخذ دوري الأبطال. الآن إذا ما أخذنا دوري الأبطال والله عيب. تشكيلة الأرض، عندك هجوم، عندك وسط، عندك دفاع، عندك كل شيء. حتى روبن دياز يا جماعة متطور، صاير سرعته مقبولة، فكل العوامل الآن متوافرة حتى ناخذ دوري الأبطال. ويلكم يا نيمو، ويلكم. طيب الآن بعد ما تعاقدنا مع نيمار بقي معنا ميزانية 90 مليون، رح حاول أوفرها الآن لأنه لسه معنا لنهاية هذا الشهر لنشوف ممكن بعض التعاقدات الزيادة. فهي مباراة ضد سبورتينج خيخون، مباراة يعني بالدور 32، فما رح ألعبها، رح أعملها سكيب، ويعني إن شاء الله إنه يفوزوها. ورح أنزل حتى بالبدلاء، سهلة المباراة، ما لها محتاجة بصراحة إني ألعب بالأساسيين. 2-1، واي والله فايزين بصعوبة كمان، إيش في يا شباب؟ وقدم مباراة سهلة، ما زلنا بالصدارة ولكن فرق نقطة. شوف السداد خسروا مباراة، فالامور عم تتسهل كل ما لنا. جانا عرض لبوادو، والله هذا اللاعب منيح، من ريال مدريد جاي عرض يا جماعه. والان طالما عندي جو فيليكس وعندي اللي هو نيمار وعندي مبابي، يعني انا عندي كهجوم مهاجمين، عندي مبابي وعندي جو فيليكس، فماني محتاجه هذا بصراحه. فممكن اني بيعه لريال مدريد، ولكن يعني يرفعوا قيمه العرض شوي. يلا 47 مليون ممتازه، ما بدي شروط عند البيع. ممتاز ممتاز ممتاز، هي 47 مليون، خلي ريال مدريد ياخذ هذا اللاعب، بس انه بيجيب لي زياده لميزانيتي يا جماعه. بتصير ميزانيتنا فوق ال 100 مليون يورو، ممكن اني اجيب مدافع هيك اسطوري، وساعتها خلص الموسم نار. صار جاني عرض لسانشيز. مين سانشيز؟ دافينسون سانشيز المدافع. انا مباراه ضد ليغانس رح ننزل بتشكيله البدلاء. للان انا ما رح لعب نيمار لانه انا ناوي اني العب في مباراه اساسي وتكون مباراه ثقيله هيك بزياده. فخلينا نعمل محاكاه ايزي يا شباب، ما لنا داعي نخسر. 1-0، يا ساتر يا ساتر، الحمد لله عم نفوز. والله مباريات صعبة يهو. هذا دور 16، نحن ضد ختافي وهي الفرق الثانية. سهل ما زال لسه للآن كأس الملك، يعني يعتبر سهل نسبيا الصراحة. طيب بوادو باع وصار عندنا ميزانية 133 مليون يورو. يا سلام يا سلام، والله ممتاز ممتاز، ما زال معنا 130 مليون، يعني بإمكاننا أنه نتعاقد مع لاعب أسطوري لسه بمراكز مختلفة عن الهجوم، لأني عم فكر أني أجيب لاعب بمراكز دفاعية. شوف مبابي متطور بزيادة، عندك ميسي، عندك نيمار، للآن لسه ما أعطيناهم تجربة، ولكن النيمو وصل على النادي وهذا الشيء الأهم بالنسبة لإلي، وصول نيمار. طبعا هاي المباراة كمان نفس النظام، مباراة ضد ختافي، ولكن رح أنزل بالتشكيلة الأساسية، وحتى نيمار ما رح لعبه لسه للآن، ما بدي لعبه. أول مباراة أنا بدي ألعبه فيه، ما بدي إياها تكون كنوع من المحاكاة. فرح نزل بيدري هو الأساسي ونشوف شو بيقدر انه يعمل. طبعا المباراه ما راح العبها، راح اعملها محاكاه. المباراه الجايه ضد اتلتيكو مدريد هي الاهم، وصار معنا 130 مليون، فانا محتاج اصلا اقتراحات للعيبه ممتازين. ممكن اني اجيب بالدفاع مدافع هيك اسطوري بصراحه. عندي دياز وعندي اوباميكانو الاثنين قوايا، بس اذا في واحد هيك قوي بزياده مثلا ممكن افكر بفاران او شيء، فما بنقول لا. فوزوها ها، ويا سلام 3-0، مبابي جولين وديونج جول، حلو شباب، ابداع ابداع ابداع. طيب طيب طيب، الان اجينا للاهم، هي مباراه ضد اتلتيكو مدريد رح تكون اول مباراه يعني بتقدر تقول للنيمو، وكل الفريق حتى متحمس وعم يحاول انه يعني ها يؤدي بشكل ممتاز. فهون تم سحب العرض المقدم لدافينسون، ما بعته، وهون عم يقترحوا لي شاره القياده اني اعطيها لروبن دياز بدل ليو ميسي. مباراه ممكن يكون كاول مدافع، فانا رح لكم قائمه المدافعين اللي فعليا ممكن انه يكونوا رهيبين. ففان دايك اول واحد، مو فان دايك، فاران. فان دايك الثاني طبعا. طيب هذا اهم السيبيات اللي ممكن انه نتعاقد معهم. انا الصراحه ما راح قرر، راح اترك القرار لكم بوقت نزول هاي الحلقه مشان تكتبوا لي الاقتراحات، ماشي؟ خيمينيز، كوليبالي، ديليخت، فاران، وفان دايك، هدول افضل المدافعين الموجودين. وصراحه انا شايف فان دايك او فاران بظن هن الافضل، يعني يعتبروا من بين الكل. ما بعرف، ما عندي مشكله، ممكن اتعاقد مع اي واحد منهم لانه معي ميزانيه ورح تنتهي فتره الانتقالات. وبصراحه عم قرر اني اجيب هيك لاعب قوي بزياده، حتى معنويات الفريق مرتفعه والاهداف عم نحققها. شوفوا فوق على اليسار 91% وصلانين نسبه يعني تحقيق اهداف الاداره، فهذا يعتبر شيء جدا ممتاز ومو سهل، حتى يعني اعلى من اللي هن طالبينه. شايفين عم حقق كل الاهداف، واذا لسه اخذ الدوري الابطال او الدوري الاسباني او كاس الملك، فلسه النسبه بتوصل فوق ال 91%، فهذا الشيء الاهم.
فاختياركم هو المهم مشان نعرف مع مين نتعاقد، ويكون غالبا جنب روبن دياز، لانه روبن دياز جدا متالق، ممكن ان يجيب مثلا لاعب مكان اوباميكانو مع انه مبدع، بس اذا الاقوى بالريت فما بنقول لا. وطبعا نيمار رح يكون اول مباراه له بالحلقه الجايه ضد نادي اتلتيكو مدريد، المباراه صعبه ونحن عم ننافس على الدوري، وريال مدريد هيك عم يستنونا على غلطه، اذا تعادلت ريال مدريد بياخذ الصداره على طول، فالمباراه فعليا جدا 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 رح تكون صعبه. فشكرا لكم متابعة المقطع، هيك نقدر نقول نوصل لنهاية، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين بدنا نوصل لهذا المقطع يا جماعة، لايكات عالية فوق 40,000، اشتراككم بالقناة مهم جدا، تابعوني يا جماعة على الانستغرام وتويتر، روابط حساباتي بالديسكربشن، فولو على السريع بما أنه انتهى المقطع، روح اعمل فولو يا أخي والله ما بيضرك شيء، فنزلكم كواليس وشغلات هيك رهيبة، فروحوا اعملوا لي فولو. شكرا لكم على المتابعة، إذا عندكم اقتراحات اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وبس هذا اللي كان عندي اليوم، في أمان الله.